في إطار الزوبعة، علاش صورة الحمامي غابت خلال النشاط الملكي خلال تدشين المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة؟ برغم من أنك صرحتي وأنك قلتي كنتي حاضر، لكن صورتك ما كانتش متواجدة داخل النشاط عكس باقي رؤساء المقاطعات اللي وثقوا بمجموعة من الصور تواجدهم بعين المكان. شوف هو دابا الحمامي كيف واحد مجمع خصو يكون كيهضر وكيغوت وكيناقش وكيضحك. إذا جيتي بشي طريقة أخرى وبغيتي تكون محايد ربما كتبين على أساس أنت ما كاينش. حيت جرات العادة اللقاءات اللي كنكون فيها والأنشطة اللي كنكون فيها واحد مجموعة ديال المناسبات الإخوان كيركزوا على الكلام ديالي والنقاش ديالي وكيفاش كيبغيو أنا نكون كنناقش. إذا أنا كيتبين أنا محبوب عند الناس وعند السادة المنتخبون. إذا ما معنى هنا كيعطيك واحد الإشارة واضحة بأن ما أنتينا عنصر أساسي خصك تكون حاضر معاه. أما بالنسبة للنشاط الملكي، النشاط الملكي هو نشاط ملكي يعلى ولا يعلى عليه. المزايدات السياسية ما كايناش في النشاط الملكي. حنايا الدعم اللي قدمناه والمجهودات اللي بذلناه وكذا داك الشيء راه حتى واحد ما يسمعو، هذاك واجب. هذاك واجب، ما يمكنش واحد السيد يسولني في بابه في واحد الإنسان عاد يشرح لي شكون هو با، ما يمكنش. هذاك واجب وطن، هذيك مسؤولية نتحملوها نضحيو من أجلها. احنا اللي وطني انا قلتها في الدوره، وطني كتجي مبنيه ابا عن جد. الوطنيه ما يمكنش تزايدوا عليها، والزياره الملكيه ديك المساهمات ديالنا ما عجبتش شنو ساهمنا بالامكانيات ديالنا ديالنا كترونسبورات كواحد مجموعه الحوايج اللي وفرنا. ولكن السي الحمامي واستعمد انه ما يتصورش خلال ديك النشاط؟ ما يمكن، ما نكذبش عليك، انا اللي خلاني بعد شويه اللور هو ديك النقاش ديال الموضوع اللي كنت نناقشوا عليه. حيت انا مشيتي اليوم كاين واحد فئة ديال الناس كتنقى الكلام كتحاول تخيط الخيط بيضك كما كنقولوا حنا بالدارجه. اذا انا ما معنى حاولت ارجع شويه للور.